خطة طموحة وضعتها الدولة لتطوير منطقة المنتزه التاريخية بمحافظة الإسكندرية وفق رؤية معمارية وجمالية متناغمة تتفق مع الطابع المميز للمنطقة. وتستهدف تلك الخطة عدة محاور، من بينها تطوير قصور ومبان ومرافق المنطقة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستعادة القيمة والوجه الحضاري لأحد أهم معالم الإسكندرية. كما تستهدف الخطة إعادة صياغة المنطقة لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتصبح قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط وأيضاً لمختلف شرائح المجتمع. الخطة تستهدف أيضاً ربط منطقة المنتزه بحرياً مع باقي الموانئ الرئيسية بالبحر المتوسط من خلال إقامة مرسى عالمي للسفن وتعزيز بنيتها التحتية وزيادة الرقعة الخضراء بها وإنشاء كورنيش مفتوح. وفي إطار حرصها على متابعة تفاصيل المشروع، تفقد الرئيس السيسي الشهر الماضي منطقة المنتزه موجهاً بسرعة تنفيذ أعمال التطوير لتصبح المنطقة مقصداً سياحياً لأهالي الإسكندرية ومقصداً عالمياً لجذب السائحين. يعني في حاجات زي المنطقة ديت انتوا قلتوا دي هنسيبها بس هنعمل ايه؟ هنعيد صياغتها. طيب ما تخشوا ابدأوا بايه؟ بالحاجات بيها وبرده انتوا شغالين في كل حتة. طيب حاضر. لا وعشان نقول للناس في اسكندرية هنا ان احنا عملنا لكم متنفس رائع لكل الناس. ان شاء الله هنبذل خسارة جهدنا ان احنا نخلص التوقيت. طيب. التوازي مع كل المشاريع الشغاله ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. ساحرة من جديد ومبهرة كتاريخها العريق، ستعود الإسكندرية وخاصة منطقة المنتزه للتألق في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وتراث معماري فريد.